أما عن الثلاثة أيام التي تصام، هل هي 13 14 14 15 13 14 15 أم أي ثلاثة تجزئ؟ أقول وبالله التوفيق أي ثلاثة أيام من الشهر تجزئ، ولكن الأفضل أن تكون 13 14 15. أما كون أي ثلاث تجزئ، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فأطلق أبو هريرة ونحوه قاله أبو الدرداء ونحوه قاله أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فأية ثلاثة أيام تجزئ، ولكن لورود بعض الأحاديث التي تحث على صيام الثلاث البيض وتحسن أو تصحح بمجموع طرقها، قل الأفضل أن تكون 13 ورابع عشر وخامس عشر، والله أعلم.